ما فيش دولة في العالم قدرت تحصل حتى الآن على كميات مناسبة من هذه اللقاحات. ولسه بيتكلموا على يوليو وأغسطس وديسمبر اللي جاي وفي 2021. ففرنسا النهاردة الأسبوع اللي فات يعني لغاية نهاية الأسبوع يعني طعمت فقط 3 مليون. لأن ما عندهاش شركات منتجة. البلاد اللي هي فيها الشركات التي تنتج اللقاحات هي اللي خدت نصيب الأسد من هذه اللقاحات. فسيبتك ما أعتقدش أن فيه هيبقى فيه رفض شديد، لكن في كل العالم، كل العالم مش احنا بس، في كوادر طبيه ما رضتش تطعم. في كل العالم في ناس لسه ما خدوش التطعيم وهم ينطبق عليهم كل الشروط. فلسه الكميات التي تنتجها الشركات ما زالت لا تغطي احتياجات نسبه كبيره بنسبه حتى قليله من العالم. والعالم لسه يتطلع الى مزيد من الانتاج لتغطية هذه الفئة. وعشان كده لما سيادتك بتشير موضوع ان ممكن يبقى فيه لقاح مصري او ممكن يبقى فيه انتاج مصري، اثبتت هذه التجربة بشدة. اصلحنا في عالم غير العالم يا فندم. اثبتت ان وجود عندك وده نفعنا كثيرا جدا كوادر بشرية، مؤسسات علاجية، مؤسسات تشخيصية، مؤسسات انتاج دواء، اثبتت ان هي ساعدتنا وسندتنا كثيرا جدا في تخطي جزء كبير من الأزمة أو في الحد من شدة هذه الأزمة. شدة الأزمة صحيح. سيادة الوزير، هل ظهر عندنا في مصر أي حالة من الحالات المتحورة للفيروس كما يقال؟ بشكل ده هيحدث حتى لم يظهر حتى الآن. وهذه ظاهرة أنا عايز فكرة ليه هيحدث هيحدث. أتفضل. ما هو ده الإجابة بتاعتي. تمام. الفيروسات بصفة عامة وليس فيروس كورونا بس، يعني أشهر واحد طبعا فيروس إنفلونزا الموسمي اللي بيجينا كل سنة. حضرتك بتطعمي؟ لا. اللي بيطعموا عارفين أو إحنا عارفين كأطباء إن كل سنة الطعم بيبقى غير السنة اللي قبليه. كل سنة أنا بديك يا حضرتك مثل حي. للناس اللي بتطعم. اللي عليهم اللي هم مطلوب يطعموا. كل سنة يعني السنة دي التطعيم بتاع الانفلونزا الموسمية اللي موجود مكتوب عليها 2021. أيوه. السنة الجاية هيبقى 2021-22. السنة اللي قبليها 2019-20. ليه؟ لأن بيحصل نوع ما نسميه تحور أو تحول أو ميوتيشن. هو نفسه فيروس انفلونزا. لكن في منه سلالات أو طفرات تحت الاسم أو تحت المسمى. يعني فيروس الانفلونزا الموسمي ده سيادتك في منه 256 نوع. يا خبر. وهو فيروس ألف H1N1 H3N2 زي ما بنصنفه. لكن كل سنة بيحصل فيه تحول، عشان كده التطعيم كل سنة بيحمل السلالات الجديدة أو الطفرات الجديدة. تمام. فإحنا النهاردة فات سنة أو سنة وشوية على ظهور فيروس كورونا. المستجد 19. نعم. التحور هيحصل وبدأ يحصل في جنوب أفريقيا. نعم. وبدأ يحصل في البرازيل. وبدأ يحصل في حتة تانية. اللي حصل ده كمية التحول دي قد إيه من الفيروسات هي دي النقطة. وهل ده يا فندم بيتغير في الأعراض وبالتالي بيغير في البروتوكول فكرة التحول؟ حسب نوع أنا قلت لسيادتك البروتوكول ليس بروتوكول ضد الفيروس. لسه ما ظهرش دواء محدد ضد الفيروسات لهذا الفيروس. نعم. احنا ما زلنا بندي بعض أدوية الفيروسات اللي ينكم الخبرة العملية والتجربة المصرية والتجارب العالمية قالت ان ينكم يحد من الأعراض. لكن لسه لغاية اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي حضرتك لم ما فيش دواء طلع اسمه هذا الدواء ضد هذا الفيروس اللي هو كورونا 19 المستجد. تمام. فإحنا كل دي ما فيش دواء محدد حتى الآن. تمام. وحد النهارده مفيش دواء محدد ضد فيروس الانفلونزا. احنا بنعالج الاعراض والمضاعفات. صحيح. وبنستخدم حتى الادويه الكتيره قوي اللي قالوا عليها واستخدمت في بلاد كبيره، قال لك بتاثر مده الشفاء من مثلا 13 ل 11 يوم. بتقلل شويه من الاعراض الشديده. لكن لسه فتحور او تحول لا يعني ان احنا محتاجين دواء جديد، لكن يمكن يعني ان احنا نعدل في التطعيم بتاع هذا الفيروس. تمام. انما هيحصل هيتحور يعني هيتحور حصل فعلا
هيتحور يعني هيتحور. لا انا بتكلم على في مصر يعني. ان شاء الله ما يعني ما تحورش قوي يعني ان شاء الله. يبقى خفيف علينا. يبقى متحور نص نص كده يبقى خفيف يا رب ان شاء الله. هي سلالات وده وسط السلالات اللي موجوده ان شاء الله تكون يعني بصوره غير حاده وغير شديده. ان شاء الله ان شاء الله تبقى اقل كمان في الاعراض وفي التعب. بشكرك سيد الوزير، بشكر حضرتك فندم، شكرا جزيلا. بالمناسبه ما احنا كنا بنتكلم عن كورونا وبنتكلم على الفتره اللي فاتت افتتاح في مجموعه كبيره جدا، كنت بكلم حضراتكم في بدايه الحلقه على المشروعات العملاقه، وكنا بنتكلم